السلام عليكم. بغيتي تفتح حساب بنكي وخفتي تقول ويقهروك الاقتطاعات؟ في هذا الفيديو ان شاء الله غنوريكم افضل الابناك وارخصها على الاطلاق. شوفوا الفيديو حتى الاخير وتبعوا النصائح اللي غنوريكم. وكيف العاده قبل ما نبداو الفيديو، الا كانت هذه هي اول زياره لك للقناه، ما تنساش دير اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول. اذا اول نقطه بغيتكم تعرفوها هو ان الاقتطاعات البنكيه كتختلف من بنك لاخر وكذلك من حساب لحساب. كيفاش؟ كل بنك عنده بزاف ديال انواع الحسابات، كل واحد والخدمات والميزات اللي كيقدمها للمشترك. وهذه الخدمات كلما كانت متعدده وكثيره كلما كانت الرسوم ديال الحساب اكبر. اذا نقدروا نلقاو جوج ديال الناس فاتحين حساب في نفس البنك ولكن كل واحد وشحال كيخلص عليه. وتقدر انت تسول الاول يقول لك فتح الحساب 300 درهم في السنه، وتجي عند الشخص الثاني ويقول لك فتح الحساب بصفر درهم ما كنخلص عليه والو. بجوجهم عندهم الصح ولكن كل واحد وشحال فعلا كيخلص على هذا الحساب، لان الميزات كتختلف من حساب الاخر. دابا فهمنا هذه النقطه اللي كان وقع فيها اختلاف كبير. اذا كيفاش حنا غنختاروا حساب برسوم منخفضه وميزات زوينه؟ فاولا فاش تمشي للبنك وباغي تفتح حساب ضروري تكون عندك واحد الفكره على الباك اللي غتاخذ وكذلك على الرسوم اللي غتخلص عليه. وفي هذا الفيديو نيت غنوريكم الابناك اللي كتعطينا حساب مجاني وكذلك المميزات اللي كتقدمها لنا زوينه. ثم ثاني نقطه وهي اهم نقطه هو قبل ما تسني على الكونترا سول الموظف على هذه الاسئله اللي غنذكر لكم دابا، لانها هي اللي كدير الفارق بين حساب واخر. وغالبا الاشخاص اللي كيكون عندهم واحد المونطون كبير كيخلصوه سنويا على الحساب ديالهم كيكونوا ما ردوش البال لهاد النقط اللي غنقولوا دابا وسنوا على الكونترا ديالهم، وبالتالي هذوك الاقتطاعات اللي كتجيهم فهي اقتطاعات شرعيه لانهم وافقوا عليها من الاول في الكونترا اللي سنوا مع العميل البنكي. اذا اول حاجه فاش نبغيو نسنيو الكونترا، اول حاجه خصنا نسولو عليها شحال غيتقطع عليا شهريا كمصاريف ديال الحساب. وكملاحظه فكاينين بنكات اللي الرسوم ديالها كتقطع شهريا، وكاين اللي كتقطع على 3 اشهر، وكاين اللي على 6 اشهر، وكاين اللي سنويا. لذلك ردوا البال خوتي وسولوا لاجون بونكي على الاقتطاعات اللي غيتقطع لكم في هذا الباك اللي شرح لكم. وكذلك غتسولوا العميل على شحال غيتقطع لنا على البطاقه البنكيه واشنا هما المميزات اللي كتقدمها لنا هذه البنكه. وهنا كيختلفوا الاشخاص، كاين اللي ما عنده ما يديرش بطاقه دوليه، يعني ما عنده ما يشري من خارج المغرب، وبالتالي هو غتخصو فقط بطاقه عاديه الرسوم ديالها صغار بزاف غيحتاجها فقط باش يتير الفلوس ديالو من البنكه. على خلاف الاشخاص الاخرين اللي كيكونوا مثلا خدامين في الانترنت، او لا الاشخاص اللي كيبغيو يشريو شي حاجه من خارج المغرب، فبالتالي هنا خصهم يطلبوا بطاقه بنكيه دوليه، وهنا كيتزاد عليهم بعض المصاريف كتفعيل الدوتاسيون اللي كتكون 44 درهم سنويا، وكذلك بعض الاقتطاعات الاخرين اللي كيكونوا على كل شراء من خارج المغرب حسب البنكه. واللي بغى يفهم اكثر فراني ديجا شرح بزاف ديال الابناك وبزاف ديال البطاقات اللي كتعطيهم كل بنكه. غنخلي لكم هاد القائمه ديال الابناك اللي في القناه ديالنا، يمكن لكم تختاروا اي فيديو من هاد القائمه ودخلوا شوفوا. واخيرا سولوا على التامينات وتاكدوا باللي ما عندكم حتى شي تامينات اضافيه، فكاين بعض العملاء اللي كيورطوا الناس في مجموعه كبيره من التامينات على الحساب والتامينات على الحياه ومجموعه من التامينات الاخرى اللي احنا فغينا عنها، وبالتالي كتزاد عندنا واحد المصاريف تقدر توصل حتى ل 500 درهم شهريا وحنا ما عندنا ما نديرو بهاد التامينات. لذلك اخوتي قبل ما تسنيو الكونترا تاكدوا بلي ما سنيتو على حتى شي تامينات اضافيه، وعاد تكلوا على الله وافتحوا الحساب. اذا دابا فهمنا الطريقه الصحيحه اللي غنتعاملوا معها مع لاجون بونكي قبل ما نسنيو الكونترا ديالنا. دابا غندوزو لاهم الابناك المغربيه اللي كتقدم لنا حسابات بنكيه مجانيه. فاول بنك ومن احسن الابناك اللي تعاملنا معاهم هو سياش بنك، اللي كيقدم لنا 3 باك، كل باك خاص بفئه معينه من المجتمع كيقدم لنا حسابات لها مجانيه. اذا اول حساب هو حساب كوترونت. هذا الحساب هو مجاني وبدون مصاريف لجميع الشباب اقل من 30 سنه، يعني عندك فوق 18 سنه وقل من 30 سنه يمكن لكم تمشي للبنك وتقول لهم بغيت نفتح حساب كوترونت غيفتحوا لكم حساب مجاني. دابا غندوزو الباك سيدتي، هو الباك الثاني، هذا مجاني وبدون مصاريف لجميع النساء مدى الحياة، يعني جميع النساء يمكن لهم يمشيو للوكالة البنكية سياش بنك
ويطلبوا منهم يفتحوا لهم باك سيدتي، غيفتحوا لهم بالمجان. ثم غندوزوا لاخر بنك مجاني تابع للسياش بنك، هو باك موظف. هذا مجاني وبدون مصاريف لجميع الموظفين في المغرب مدى الحياة. فقط عليك انك تدي واحد الورقة تثبت بانك موظف، وغتمشي للوكالة وغتقول لهم بغيت باك موظف، وما غيفتحوا لك الحساب كذلك مجانا وبدون اي مصاريف. دابا غندوزو البنك الثاني بي ام سي او، وهذا كذلك يقدم لنا عرض جون كومبوس مجاني وبدون مصاريف للطلاب اللي عندهم بين 16 و 25 سنة. إذا كان السن ديالك بين 16 و 25 سنة يمكن لك تمشي للبي ام سي او وتقول لهم افتحوا لي حساب جون كومبوس. ثم غندوزو للتجاري وفابانك. عرض تجاري وفابانك كيقدم لنا عرض البنك ليك، هو حساب مجاني بدون مصاريف لجميع الشباب كذلك بين 18 و 35 سنة. ثم غندوزو للبريد بنك. للأسف البريد بنك ما عندوش حساب مجاني، ولكن عنده حساب أساسي، لهذا هو أقل عرض عندهم ابتداء من 9.90 درهم في الشهر، يعني 10 درهم تقريبا غتجيكم في السنة 120 درهم. وكاين بنك اليسر تابع للأبناك التشاركية، تا هو كندير واحد العرض ولكن لمدة محددة. يمكن لكم تسارعوا وتمشيو للأجونس القريبة لكم التابعة البنك اليسر وسولهم واش باقي هذا العرض مجاني، لأنهم كانوا دايرين واحد العرض نتاع حساب مجاني للمنخرطين حسب واحد التاريخ محدد ما بقيتش عاقل عليه بالضبط. يمكن لكم دابا إلى شاهدتوا الفيديو تمشيو تسولهم واش باقي هذا العرض متوفر عندهم. وكملاحظة أخيرة، إذا كنت باغي حساب مجاني من دون مصاريف ولا اقتطاعات فيمكن لك تفتح حساب التوفير. هذا النوع ديال الحسابات متوفر في جميع الأبناك المغربية، فقط ملي تبغي تفتح الحساب عندهم غتقول لهم بغيت حساب التوفير. من المميزات ديالو هو أنه صفر درهم، ما غتخلص حتى شي حاجة من غير الرسوم الخاصة بالبطاقة اللي كتجدد كل 5 سنين ولا 4 سنين حسب البطاقة اللي خديتي. لكن من السلبيات ديالو هو انه ما عندكش فيه كارنيه شيك، ما عندكش فيه اي خدمه من الخدمات اللي كيقدموها في الحسابات الاخرى، وبالتالي عندك الحق فقط تدخل الفلوس وتخرجهم وتحكم في هذه العمليات عن طريق البطاقه البنكيه فقط. وكملاحظه تتزاد واحد النسبه على الفلوس ديالك حسب المده اللي جلسوا في البنكه ما تحركوش. فحذاري خوتي، فهاد الزياده اللي كتكون فرها زياده ربويه، لذلك حاولوا تخلصوا منها وحاولوا تسولوا العميل اللي غيفتح لكم هذا الحساب واش فعلا الفلوس اللي حطيتهم وما حركتهمش واحد مده معينه تقدر تزادني عليهم شي فلوس اخرى. الا قال لكم ايه فما تفتحوش هذا الحساب، لان هذه النسبه كتكون ربويه وغتحرم عليكم كاع الفلوس اللي حلال ديالكم. اذا خوتي في هذا الفيديو وريتكم الطريقه الصحيحه كيفاش تفتحوا حساب بنكي، وكذلك وريتكم اهم الابناك اللي كتعطينا بعض الحسابات مجانيه ما فيها حتى شي مصاريف، وهادشي كامل باش الفلوس اللي عندكم في الحساب ديالكم تبقى هي هي، سواء مشيتي عام ولا عامين ما شتيهاش تجي تلقى نفس الفلوس اللي خليتي هما اللي باقيين. اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم الفيديو كيف العاده ديروا جيم بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، واذا كانت هذه هي اول زياره لك للقناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول، ودمتم في رعايه الله.